مساء الخير، برحب بجميع الحضور الليلة. بيقولوا الصورة بتعبر عن ألف كلمة، وفن الكاريكاتير مش بس بينقل صورة، بينقل ما قبل الصورة وبعد الصورة وكيف لازم تكون الصورة. فعدوا معي كم ألف كلمة بيعبر عنها الكاريكاتير. في رسامين ما اكتفوا بالكاريكاتير مثل ما هو، حبوا يوسعوا أكتر. الحبر تبعهم ما كان عم يساع على ورقة واحدة، فحبوا يكملوا على أكتر من ورقة، يعني صار عنا قصة صغيرة. من هون انطلقت الروايات التصويرية والشرائط المصورة، ولكن الأساس بيبقى هالقلم الأسود على الورق الأبيض. مثل ما الحياة فيها أسود وأبيض، هيك كل رسام حسب نظرته للواقع يا بيكون مايل أكتر للأسود برسماته أو للأبيض. ومن رواد يلي نقلونا هالواقع محمود كحيل، كان يشوف الصورة بكل جوانبها ومعانيها الواضحة والمخباية. صورنا محمود كحيل من خلال رسوماته كيف كان العالم من أكتر من 25 سنة، وأكتريت هالرسومات بعدها واقعية لليوم، يعني كأنها صارت مبارح. نحن اليوم وبهالحفل بالذات حبينا من خلال شخص محمود كحيل نعزز الشرائط المصورة والكاريكاتير الصحفي والرسوم في العالم العربي من خلال إبراز مواهب وإنجازات الرسامين بهالمجالات وأعطائهم جائزة تقديراً لموهبتهم وأعمالهم. هالجائزة تم إنشائها عام 2014 تحت مبادرة معتز ورادة الصواف للشرائط المصورة العربية في الجامعة الأمريكية بيروت. تمت لتكريم وتخليد تراث الراحل محمود كحيل يلي كان من أهم رسامي الكاريكاتير بلبنان والوطن العربي، واللي كان أيضا خريج الجامعة الأمريكية ببيروت. أنا اليوم معكم سعيد جدا، مش بس لأني عم أقدم الحفل كمقدم برامج مثل ما تعرفوني أو كممثل، أنا رسام، أنا برسم كاريكاتير وبرسم شرائط مصورة، وأنا معني شخصيا بهالحفلة وكأني أنا عم بتكرم شخصيا. بفتخر بهالجائزة صراحة. بحب رحب فيكم مرة تانية، رح نمضي سهرة كتير حلوة، رح يتكرم ناس كتار الليلة.